الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. المداخلة يعودون لتصدر المشهد، وهذه المرة في الجنوب الليبي، وبعد أن استخدمهم مجرم الحرب حفتر في الشرق، ها هو اليوم يستعين بهم مجددا ليكونوا خنجرا في خاصرة الجنوب، لينذر بتكرار مشهد بنغازي في الجنوب مجددا. ميليشيات المداخلة والجنوب الليبي هو عنوان حديثنا لهذه الحلقة من برنامج حوار المساء، لكن بعد هذا التقرير. ورقة جديدة يرمي بها مجرم الحرب حفتر في حربه على الجنوب وسعيه لبسط سيطرته عليه. تلك هي الجملة التي تحكي حال المداخلة اليوم وعلاقتهم بولي الأمر. فبعد أن استعان الأخير بالمداخل لضرب أهل بنغازي، ها هو اليوم يعيد نفس الكرة في الجنوب. بيان منسوب لمن سموا أنفسهم بالشباب السلفي المساند للجيش الليبي في الجنوب، تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي. جاء فيه التأكيد على وجوب السمع والطاعة لمن سموه ولي الأمر الشرعي في ليبيا، وهو البرلمان المنحل. وكما هي العادة، جاء أيضا اتهامات للقوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب بأنها راعية للإرهاب والقتل والنهب والتكفير، وأنها مدعومة بمقاتلين من المعارضة التشادية وغيرها. في الوقت نفسه خرج أحد رؤوس المداخلة المقيمين في السعودية، وهو المدعو أبو عبد الرحمن المكي، ليكفر القوة الثالثة ويستحل دماءهم. ثم يفتي أتباعه في الجنوب بالوقوف صفا واحدا مع مجرم الحرب حفتر، وأن عدم القتال معه هو خروج على ولي الأمر، وأنه سيقوم بتبديعهم والتحذير من كل الذين ينهون عن القتال مع حفتر. وفي خضم هذا التحريض الكبير ضد ثوار الجنوب، لم يحرك المجلس الرئاسي ولا حكومة السراج ساكنا إزاء هذا التصعيد، واكتفوا فقط بطلب التدخل الدولي لوقف تدهور الوضع في ليبيا. هو تحشيد إذن من قبل المداخلة استعدادا لتعبيد الطريق لحفتر، كما أنه تكرار حرفي لما كان قد وقع في الشرق الليبي، وهو تطبيق لسياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. معي في هذه الحلقة الأستاذ عبد المعز الحسناوي، الناطق باسم القوة المقاتلة لثوار الجنوب. فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ عبد المعز. أهلا وسهلا أستاذ عبد المعز. مرحبا عبد المعز الحسناوي. الله يبارك ما قدرت يا أخي. سيد عبد المعز، الآن حديثنا حول دور المداخلة وتحريضهم ضد ثوار الجنوب والقوة الثالثة في الجنوب. الآن هل يتمتع ما يعرف بالمداخلة في الجنوب بحاضنة شعبية؟ هل لهم وجود شعبي؟ هل لهم تأثير في القبائل الجنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره
فسار على نهجه إلى أمير الله الألغى ومن عليها. أما بعد، اسمح لي أولا سيدي أن أشكر قناتكم المفضلة المبينة للحقيقة والتي واقفة وقوفا حقيقيا لنصح من يقبل النصيحة. بالنسبة للمداخل الموجودين في الجنوب، هم عبارة عن مجموعة من كسائد كانت تقاتل مع الجذاب، وبعض منهم مجموعة من الاستخبارات، وبعض منهم كانوا في اللجان الثورية، والبعض كان في لجان التصفيه، والبعض كان في معزز 32. عندما نهزموا إبان ثورة 17 من فبراير المزيدة الزقف بما يسمى بالمداخلة، وهؤلاء البعض منهم ومن السف حولهم من بعض الشباب الدهماء الذين فشلوا في الدراسة، ومعظم هؤلاء الموجودين في الجنوب أكثرهم لا يحصل قراءة الفاتحة، وإذا طلب منهم الجلوس والنقاش والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضوا، لا يعرفون إلا ما يقول المدخل لا غير. وإن جئنا للعقل والتسليم في وقت ثورة 17 فبراير على الطاغية قالوا إذن بيتا، إذا نظرنا إلى البرلمان، البرلمان منتهي بحكم المدة ومنتهي بحكم المحكمة الدستورية، هؤلاء لا تفهم ولا تقطع حسب الدين. ماذا يقول لهم؟ حتى الفتوى يا سيدي يجب أن يكون المفتي الذي تؤخذ منه الفتوى عالم بالناسخ والمنسوخ في القرآن، وعالم بالناسخ والمنسوخ في السنة، أي القول والعمل، ويكون فقيه في الواقع، عايش الأرض عايش الواقع. يوجد لدينا أئمة ومشايخ، رأيت بعض منهم تكلموا في سماحة الشيخ الصادق الغرياني، عد ما ناقشتهم والله الذي لا إله غيره، اللي تكلم فيه ويدرس على مجموعة يسمينهم شيخ، جلست معهم نفسي وحضرت النقاش، قلت له هل أنت خريج كلية الشريعة الإسلامية في ليبيا؟ قال لا. هل أنت خريج الأزهر؟ قال لا. هل قرأت في أم القرى أو في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة؟ قال ما زكاك أنت؟ قال زكاك بكافي اسم أقسم بالله ما سمعت به منطق. يعني هؤلاء يرفضوا حتى النقاش، يرفضوا حتى القبول. وإذا رجعنا إلى مجرم الحرب فستر، عبارة عن رجل جنسية إنجليزية جاءت بطائرة من الولايات المتحدة الإنجليزية، وهو جزء في الاستخبارات الإنجليزية، وكان مرشح لمدينة فيرجينيا. طيب طيب أستاذ عبد المعز، دعنا الآن في وصف حال هؤلاء، هل هو المقصد المشكلة هناك عندهم مشكلة فكرية، أم هم مخترقون استخباراتيا، أو هو موقف سياسي؟ ما هم بالضبط الذي هو عليه؟ يعني كيف تقيم توجه هؤلاء المداخلة في الجنوب، ولماذا هذه يقفون مع في صف حفتر؟ أولا أبشرك يا أخي وأبشر الجميع المستمعين، أقسم لك بالله لا توجد لديهم حاضنة اجتماعية في الجنوب من فضل الله عز وجل، حاضنة اجتماعية لا توجد لديهم. الشيء الثاني، هم فرة فكرية، وثاني شيء إن كانوا في الاستخبارات وجدوا أنفسهم على الهامش، ودم سيدهم انتهى ومعبودهم والعياذ بالله انتهى، بدأوا يبحثوا عن مجال جديد. إلا بالنسبة لحفتة أو بالنسبة لبرلمان طبرق، منتهي الأول برلمان طبرق منتهي بحكم الزمن وبحكم محكمة السورية. طيب حفتر لم يسيطر إلى الآن على الجنوب، كيف يصبح ولي أمر؟ طيب دعني سيد عبد المعز، دعني أنتقل إلى ضيفي الآخر وهو الدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي. مرحبا بك دكتور فؤاد. مرحبا بكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور فؤاد، الآن ما تحليلك في قضية المداخلة الآن ظهورهم في الجنوب واتخاذهم هذه المواقف الحادة ووقوفهم مع حفتر
وسناتي لبعض ايضا بياناتهم، هل هم امتداد لمداخلة الشرق ام هو يعني كما يقول الان السيد عبد المعز هناك هم شتات كانوا يقاتلون مع القذافي تجمعوا تحت هذه المظلة؟ بسم الله. هو الامرين معا، يعني مش مفاجئ، المداخلة في كل مكان وزمان يعني يدافعون عن الطغاة، فهذا ليس غريبا. عندما كان معمر القذافي وكان التيار العام ضده وحتى المملكة العربية السعودية كان ضد القذافي، قالوا نلزم بيوتنا ولا نحارب وهذه فتنة، يعني اختاروا على الأقل عدم الوقوف مع معمر رغم أن هواهم معه والكل يعلم ذلك. الآن اختلف الوضع، هم يرجعون يأخذون نفس التيار السابق متاعهم ويوقفوا مع الطغاة، يعني هم أيدوا كل الدكتاتوريين العسكريين في كل مكان، وهذا هو أساس الفكر المدخلي أصلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني لا شك في ليبيا ملاحظ جدا، معظم الأفراد الأمن الداخلي السابق أو الأفراد اللي هم تابعين للأمن انضموا للفكر المدخلي، يعني نحو اللبسة الأول متاعهم اللي هي كانت اللبسة الأمنية واللبسة العسكرية، ولبسوا داروا لحية وإزار وأصبحوا يعني يتكلمون بالفكر المدخلي، ضمهم هذا الفكر ونجحوا في ذلك، يعني فعلا استطاعوا. يشبه الحال مع تنظيم الدولة في سرت. اي طبعا هو انا دائما اقول ان داعش والمدخليه هم اولاد خالات، يعني نعم. يعني الفرق في فروق بيناتهم ولكن فروق بسيطه يعني لا من ناحيه الاختراق يا دكتور فؤاد انه اجل نعم. هم الاثنين ما هو تشابه بيناتهم كبير جدا في كثير من الامور، نعم. سواء الامور الفكريه او الامور الاستخباراتيه نفسها، يعني نعم. هو اصلا التنظيم المدخلي يعني لمن لا يعلم تم انشائه في بداية التسعينات في المملكة العربية بسبب المملكة العربية السعودية بسبب معارضة كثير من علماء الدين آنذاك للتدخل الأمريكي في العراق، فقامت المخابرات السعودية بإنشاء هذا التنظيم لمحاربة مجموعة معينة من المشايخ اللي كانوا ضد توجه الرسمي للحكومة السعودية. يعني هو طبعا ينسى الناس أن تم إبعاد الشيخ نصر الدين الألباني من السعودية آنذاك اللي هم يتمسحوا به بسبب أيضا معارضته لذلك التدخل، ولكن يعني تولى هذا التيار هو كان اسمه الجامي أصلا، كبر التيار محمد أمان الجامي وربيع المدخلي كان الأساس منه هو هذه الفكرة، ولكن التيار تطور طبعا مع الزمن كأي بدعة. نعم. البدعة تبدأ صغيرة في الأول وكل ما تزيد تكبر إلى أن وصلنا إلى هذا الحال. يعني الغريب يعني هل يعقل أو شخص أن شخص متدين أو يدعي تدين يوقف مع شخص مثل حفتر على سبيل المثال أو يدافع عن معمر القذافي أو يدافع عن غيره من الطغاة؟ يعني حتى مشايخ السعودية نفسهم يعني حذروا من حفتر ومن أمثال حفتر، ولكن هؤلاء يعني هي فعلا طائفة غريبة بعض نعم. الشيء طيب. يعني هي أحد أغرب الطوائف اللي خرجت في التاريخ الإسلامي يعني على نعم. على مدى 1400 سنة. طيب سأعود إلى الآن انضم إلينا الشيخ سامي السعدي الأمين العام لمجلس البحوث والدراسات الشرعية. مرحبا بك شيخ سامي. اهلا وسهلا شيخ عبد الله، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. يا مرحبا شيخ سامي. يعني هناك بيان صدر عن منسوب لما يسمى بالشباب السلفي الداعم للقوات المسلحة وفي الجنوب، وايضا فتوى نعم. لمدعو ابو عبد الرحمن المكي ايضا من مكة. ولو نأخذ ما جاء في هذا البيان، يقولون في بيانهم ولاة الأمر الشرعيين لهذه البلاد ليبيا عامة هم البرلمان الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وأن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر هم الجيش الشرعي لهذه البلاد. هل بنى المداخلة هذا الكلام على منطلق شرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المسألة أخي الكريم شيخ عبد الله والكلام لجميع من يتابعنا طال فيها الكلام، وأعتقد أن المتابعين طبح لهم كلام كل طرف وعلى أي شيء بناه.
ونحن من فترة يعني طويلة ربما من يعني من أكثر من سنتين هم يعني كانوا يقولون إن هؤلاء ولاة الأمر بالنسبة لحفتر حتى قبل أن يتمكن، هم سلموا له بولاية الأمر حتى قبل أن يتمكن، هذا أولا. وعلى فرض أنه يعني ناصر الإسلام ودافع عن المسلمين وعن أهل الدين وحاول أن يطبق ما استطاع من الشرع وإلى آخره، ولكن الأمر بخلاف ذلك. ثم إن مسألة البرلمان هم لا يعترفون أصلا بالعملية الانتخابية ويعتبرونها من البدع المحرمة والتي لا تجوز، ولهذا شنعوا على المؤتمر الوطني العام لأنه جاء عن طريق الانتخابات، لماذا أحلوه عاما وحرموه عاما؟ يعني هذا يعني لابد أن نبين للناس تناقض هؤلاء وأنهم لا يسيرون على منهج صحيح ولا منهج منضبط. ثم إن الناطق الرسمي للبرلمان وأكثر من واحد من أعضاء البرلمان والذين ناصروا حتى عملية ما يسمى بالكرامة أو ناصروا البرلمان بعد ذلك تعهدوا بأنهم يلتزمون بحكم المحكمة العليا بدوائرها، وعندما صدر الحكم على خلاف هواهم خالفوا وأيدوا البرلمان رغم أن المحكمة يعني حكمت ببطلان مخرجات لجنة فبراير كما يعلم كل من تابع تلك المرحلة يعني. فهذا المبنى ليس يعني هذا الموقف ليس مبنيا على أسس شرعية ولا واقعية صحيحة. طيب لو أعود إلى السيد عبد المعز الحسناوي، سيد عبد المعز الآن لو تضعنا في صورة حال هؤلاء هذا التيار في الجنوب، يعني الآن من المسؤول؟ هل هناك لهم انتشار في وسط الشباب في الجنوب؟ ذكرت أنهم ليس لهم حاضنة شعبية، لكن هل لهم تواجد في من الشباب، ومن المسؤول عن انتشارهم؟ لا تواجد يا أخي ليس بالأعداد الهائلة في منطقة الجنوب، لأن كما سبق وأن ذكرت ليس لهم حاضنة اجتماعية. ولكن دائما يتجمعون حتى الصلوات أحيانا صلاة العشاء المغرب يبدو عاملين جدا في مكان الأماكن التي يشاهدها ويطلب العمل ويتجهد وما يجيش للمساجد. هذه إحدى من عبارة عن الناس كانت كما سبق وأن ذكرت كانت تبع الاستخبارات وتم اختراق الآخرين، والبعض منها كان تبع الأمن الداخلي والخارجي، وكان منهم من القاسم الجلابي، ووجدوا أنفسهم في قرار اتخذ هذا المتخذ أصبحوا رب اللحاء ورب التواويل، وهذا لا اعتراض عليه قلق اللحية طبعا للمجتمع، لا اعتراض على قلق اللحية لأنها سنة ولا اعتراض بأنه من السنة، ولكن الفكر لما تجد تناقش اي واحد منهم او تقول لك انت مبتدع ولا يجوز النقاش مع المبتدع، زي الله عز وجل يأمرنا وما اختلفتم فيه من شيء فردوه الى الله والرسول، كتاب الله موجود وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، وطبعا نسمع لأحوال الصحابة وأحوال العلماء الأجداد المتناقشين يرفضوا. طيب سيد عبد المعز، لعل ايضا نريد رفع الصوت قليلا حتى نستمع اليه جيدا، انتقل ايضا الى الدكتور محمد فؤاد. دكتور محمد فؤاد، لو قيمنا الان حكومه السراج وموقفها من احداث الجنوب، كيف تقيم هذا الموقف؟ و يعني هل كانت يعني تراقب الوضع فقط، وام هناك يعني خطوات عملية لإيقاف تمدد حفتر وإخراج القوات الثوار من منطقة الجنوب؟ هو طبعا الكلام على حكومة السراج كأنها جسم واحد، يعني هذا يعني تجاوز. الكل يعلم أن المجلس الرئاسي منقسم على نفسه، وأن حتى الحكومة حتى الوزارات نفسها كل واحد في اتجاه، يعني فالمواقف كانت مختلفة إلى حد ما. بعض أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الدفاع البرغدي طبعا لانهم عندهم عداء يعني حتى شخصي مع حفتر، كان موقفهم جيد ولا بأس به يعني، وحاولوا فعلا تقديم الدعم
للجنوب، سواء أعضاء الجنوب في المجلس الرئاسي أو كما قلت يعني البراغتي لأسباب شخصية يعني. بينما موقف السراج يعني كان يعني لا أستطيع وصفه إلا بأنه مهزلة يعني، لأن لم أشاهد في حياتي قائد يعتبر يعني المفروض أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة يتخلى عن قواته بكل بساطة ويقول أنني لن أحارب الليبيين. يعني هل تدمير يعني نسمح للمجرمين مثلا؟ الآن تم تدمير تقريبا مطار تمن هند يعني اللي هو يعتمد عليه أساسا أهل الجنوب، فهذا هل يعني فيه رئيس في العالم يتخلى عن شعبه ويسمح لقوات المفروض أنها خارج الشرعية حسب الاتفاق السياسي اللي جاء به السيد سراج نفسه يعني؟ طيب هو أرسل رسالة يستنجد بالمجتمع الدولي يعني. والله يشوف أنا يعني أنا متابع جيد للوضع الدولي خصوصا في الحقيقة، يعني هناك امتعاض كبير جدا بين الدول الغربية على وجه الخصوص من موقف السراج. يعني مش عارف ممكن نقولها بالعامية أكثر يعني شن تبين نديروا لك يعني، كأنهم يكلموا فيه بهذه الطريقة يعني. هم قدموا له دعم واعترفوا به واعترفوا بالمصرف المركزي اللي هو تابعه وسحبوا اعترافهم كاملا بحكومة الموجودة في المنطقة الشرقية، وحتى البرلمان يعني التعامل معه أصبح محدود جدا يعني على عكس ما كان موجود قبل. ولكن رغم ذلك السيد سراج لم يستطع أن يقدم شيء يعني. يعني الحرس الرئاسي على سبيل المثال اللي هو المفروض أنه يكونه واللي كان مطلب أساسي للولايات المتحدة نفسها يعني أن تكون الحرس الرئاسي، إحنا نتكلم الآن على سنة ونصف تقريبا منذ وصول السراج أو سنة أو شهرين من وصول السراج إلى طرابلس لم يشكل هذا. طيب هذا الحرس. يا دكتور فؤاد، دكتور فؤاد، الآن طلب السراج للتدخل الدولي المجتمع الدولي في الجنوب لإيقاف الحرب في الجنوب، هل سيكون هذا طبيعة هذا التدخل بمجرد إلقاء بيانات أم إلقاء قنابل وصواريخ على الجنوب؟ لا لا، هو احنا لازم نرجع لبيان السراج نفسه. هو بيان السراج أول حاجة، السراج رئيس حكومة وليس رئيس منظمة مجتمع مدني. نعم. يعني اللي داره السراج هو بيان ما عندهش علاقة بالمجتمع الدولي، وثم هو لم يحدد حتى الطرف المعتدي في هذا البيان ولم يطلب شيء محدد يعني. يعني حتى البيان عبارة عن بيان ما يعلي التخلص من المسؤولية لأكثر ولا أقل. يعني هو تهرب من المسؤولية، لأن المسؤولية هي مسؤولية السراج وليس مسؤولية المجتمع الدولي أولا. يعني لما أنت تقوم بواجباتك وتدعم قواتك المسلحة ثم تجد عندك مشاكل، قد يستطيع أن المجتمع الدولي يساعد إن كان يعني. المجتمع الدولي اليوم واضح لا يرغب في التدخل في ليبيا عسكريا إلا ضد الجماعات ما يسمونهم الجماعات الإرهابية وخصوصا التنظيم الدولة، وهذه يعني اللي قالها ترامب مع رئيس الوزراء الإيطالي، هذا كان المقصود بهذه العبارة. لكن يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم دعم حقيقي للسيد السراج لما يطلبه بطريقة قانونية وبطريقة رسمية ويكون في خطة واضحة للعمل للحد من هذا يعني. ولكن اللي داره السيد سراج هو عبارة عن بيان انه يعني يتخلى فيه عن المسؤولية ويرضي به بعض الجهات يعني اللي هي معارضة ليه او هي المحسوبة ليه وهي ضد حفتر لا اكثر ولا اقل. بالعكس هي كانت المشاكل اكبر من هيك في المجلس الرئاسي، بل في الحكومة صارت يعني صار نزاع كبير حتى في الحكومة، لان السراج حاول ايقاف حسابات وزارة الدفاع فشل في ذلك. ولكن يعني ينبك ان السراج سواء ضعيف او انه هو في الحقيقة متخاذل او اي اشياء اخرى، السراج لا شك يعني لا خلاف بين احد انه ليس رجل المرحلة في ليبيا. نعم. طيب نشكرك دكتور محمد فؤاد على هذه المشاركة، واعتذر من الاخوة الضيوف عن الاطالة، وكذلك نستأذنهم في هذا الفاصل. ايها المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود اليكم. فندي محمود المصلي حفظه الله، فندي محمود قاهر الخوارج وقاهر الإخوان وقاهر التكفيريين وقاهر أهل البدع والأهواء أجمعين. وفي ناس يقولوا مثلاً، في ناس يقولوا أنت تمجد وحفتر أو كذا، هذه الأقوال يعني من إجلال الله إجلال السلطاني
المقصد من دار الله إلا رزق المقصد وهو أحد سبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لا رأفة في مواجهة خصم لاش حكاية تجيب أحسن مهني ما فيش حبس أنا ميدان ميدان انت تقصر طوبى من قتلوا من قتلوا هذا نهيت مصيرك شنو مصيرك شنو أكبر 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 جايك في الصبر جنيك مغازي خوارج فيجب عليهم قتلهم ولا تأخذهم فيهم إلا ولا ذمة يجب عليهم قتلهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لأجدنهم لأقتلنهم قتل عاد وقال طوبى لمن قتلهم وقتلوه فيجب عليهم حتى الأسير الحرب لا يقتل لا يسير الحرب لا يقتل إنما أسير هؤلاء يقتل لأنهم آمنوا ثم كفروا فلا تنفع توبتهم يقول إنه ضد الإرهاب والأخوان المقاتلة ويخرج في قناة النبوة وقناة الخوارج يقول إنه معه بعض آخرين ولم نرى معهم أحد من البيان وهذا مخالف للقوانين العسكرية إن كان هو عسكري ومخالف للانضباط ومخالف حتى لشرع الله ويعتبر من الخوارج في هذه الحالة يقول حفتر طاغية وهذا مصلحته للإرهابيين والخوارج طوبة طوبة بدي طوبة 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 جيبة 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 هتموت 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 حاول 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 شو بتقول قبل تموت هات تقول هيك يا بلاد مرحبا بكم أخت مشاهدون انضم إلينا الشيخ رياض ساكي نرحب بفضيلة الشيخ ساكي ثم قبل ذلك وقبل أن واجه إليه السؤال أنتقل إلى الشيخ سامي الساعدي الشيخ سامي الآن في فتوى صوتية وردت عن المدعو أبو عبد الرحمن المكي ويحرض فيها على قتال القوى الثالثة وقتلهم أيضا بحجة أنهم خوارج أليس من الأولى أن يثبت للناس أن هؤلاء خوارج وثم بعد ذلك ينزل عليهم مثل هذا الحكم؟ نعم شيخ عبد الله استمعت لهذا التسجيل للأسف والذي ينضح جهلا وحقدا في نفس الوقت وأولا نحن لا نسلم لهم بتوزيع هذه الألقاب والتصنيفات كما يشاءون ويهوون وإلا فنحن نرى أن الأقرب إلى الخوارج هم من يدعمونه الذي انقلب على السلطة القائمة في البلد فهو أحق بهذا الوصف وهو أهل لهذا الوصف من مخالفيه وأما القوة الثالثة وهي معروفة يعني توجهها الوطني العام كسائر المسلمين في هذا البلد ليس لهم حتى توجه يعني لحركة إسلامية معينة فضلا عن أن يكونوا من المتطرفين في الأفكار حتى يوصفوا بأنهم خوارج ولكن يستعمل هذا التيار كجسر وكقنطرة من هؤلاء الساسة يدكون به المعركة ليسفكوا به مزيدا من الدماء وليلبسوه عباءة دينية لأنهم لا بد لهم من مسوغ شرعي لهذه الدماء التي تسفك هذا التيار الذي كان يدعو إلى لزوم البيوت واعتزال ما يسمونه بالفتن وهي هذه الثورات التي سموها فتنا وطبقوا عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وطبقوها في غير موضعها وقالوا كن حلث بيتك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل انظروا كيف انتقلوا من الدعوة إلى لزوم البيوت عند الحاجة إلى المساهمة في معركة شرعية حقيقية تغير يعني الواقع السيء في البلدان العربية إلى الإيغال والتطرف في قتل المخالف المسلم وتكفيره يعني يدعون إلى قتل أسراهم لأنهم آمنوا ثم كفروا على زعمهم ويدعون إلى قتلهم على فرشهم أمام آبائهم وأمهاتهم وهذا كله مسجل ويدعون إلى طاعة من يسمونهم أولي الأمر ولو أمرهم بالمعصية
وهذه الفضائح كلها مسجلة. عجيب يعني أن, أن نحن نريد, نحن لن نخاطب هؤلاء أنفسهم, ولكننا نخاطب الشباب الطيب الغيور ألا يغتر بهذه الشعارات. هذه الشعارات تحمل تحتها وتخفي تحتها يعني فضائح وبلايا من التناقضات ومن الانحرافات. وبنوا هذا على غلو وخلل أيضا في مفهوم البدعة. هم لا يفهمون المفهوم الشرعي للبدعة, وتمسكوا بعمومات لأقوال من أهل العلم, من بعض أهل العلم, أن البدعة شر من المعصية وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية, ثم طبقوا هذا على كل بدعة وعلى كل معصية. وإنما المقصود من كلام أهل العلم لمن يفهمه حق الفهم أن جنس البدعة أسوأ من جنس المعصية, وليس معنى هذا أن كل بدعة هي شر من كل معصية, وإلا فكثير من البدعة هي خفيفة لا تكون شرا من قتل النفس مثلا. نعم. طيب الشيخ سامي, لعلي أنتقل إلى الأستاذ عبد المعز الحسناوي. أستاذ عبد المعز الحسناوي, وأنت الآن ناطق باسم قوة المقاتلة لثوار الجنوب, و يعني مباشرة تتعامل مع هذا الواقع, وقد صدر البيان من المنسوب لهؤلاء للشباب السلفي الداعم للقوات المسلحة, يقولون في هذا البيان أن ما يسمى بالقوة الثالثة هي السرطان الخبيث والحاضنة الأم لجماعات الإرهاب وسرايا الخراب, وهي من جرت الويلات والحروب لمنطقة, وآخرها استجلابها لخوارج سرايا الإرهاب والمرتزقة من معارضة شادية لقتل أهل الجنوب وزرع فكر الخوارج والدواعش والإرهاب. يعني لم يبقوا شيء من الأوصاف من التشنيع والتنفير من ثوار الجنوب والقوة الثالثة إلا وذكروه في هذه الأوصاف. يعني ما رأيك في هذا الوصف؟ يقول المثل العربي رمت بدائها وانطلقت. نعم. جميع هذه الأشياء اللي ذكروها على القوة الثالثة بأم أعيننا رأينا أنهم يستعملون عصابات العدل والمساواة الإرهابية ويستعينون في أفارقة ومرتزقة. أضف إلى ذلك عدة يعني أشياء واضحة جلية رموا فيها القوى الثالثة والثوار الحقيقيين في منطقة الجنوب, وهم اللي طبقوا فيها هالأشياء اللي ذكرتها. جميع هذه موجودة عندهم وتحدوها, ولو في حتى من خارج ليبيا من أمم المتحدة من أي جهة يجي يشوفوا قوات بن لادن وأتباع وما يسمى بالمداخلة وأتباعهم, فيجدوا عندهم أفارقة ونوروهم أماكنهم مستعدين لو يجوا, ونوروهم أماكن العدل والمساواة والتمويل اللي تلقوه من حتر من بن لادن عن طريق من حتر عن طريق بن لادن. كل هذه الأشياء واضحة وجلية أمام العيان, يعرفوها أهل منطقة الجنوب المنطقيين العقلانيين اللي ليسوا بمتعصبين للطاغية أو للباطل. ولكن في النهاية لو والله يا أخي لو أردنا القضاء عليهم المداخلة نحن ما مثلهم. نحن حتى في 17 فبراير عندما قمنا بالتحرير والله مسكنا الأثر وطلقناهم وقلنا لهم نحن نبحث عن بناء ليبيا الجديدة, ولكن أريد أن أنوه إلى مأساة معاني منها, وهي حكومة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بقيادة الثورة. عندما أعلن وزير الدفاع عن الأمد الموعود وبيدعم وقف الدعم برسالة من الثورة, عندما تحركوا طلب القوة الثالثة بدل القوة الثالثة والثوار المقاتلين ودرع الجنوب ونستقنا للهجوم بدل من كنا في مواصلة الدفاع, وإذا به يطلب من العالم يتدخل لإيقاف الحرب. هذا الرجل اللي معاه حق قلبا وقالبا حسب ما شرع عالنا. وفي بالمناسبة يطلب من جميع ثوار ليبيا ومن الجيش الوطني جيش الحرس الوطني وجميع ثوار تبن صفوفها والجميع الوطنيين لإزالة هذه الجاثومة حتر وأتباع حتر والإنقلابيين. نعم.
طيب طيب الآن ابقى معي السيد عبد المعز الحسناوي. الشيخ معي رياض، الشيخ رياض صاكي مدير الشؤون الثقافية والدعوية بوزارة الأوقاف. مرحبا بك شيخ رياض. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ رياض، وردت فتوى صوتية عن أحد مدعو بأبو عبد الرحمن المكي، يقول فيها أو يصف فيها القوة الثالثة في الجنوب بأنهم خوارج وأنهم كفار، والخوارج كفار، ولو سلمنا يقول بأنهم كفار. فهل هل هل كفر أهل العلم الخوارج؟ والله اسمح لي شيخ عبد الله، انا في البدايه يعني نريد نوضح قضيه. نعم تفضل. وهو ان من عجيب الامر ان يعني من يتهم غيره بالباطل غالبا ما تعود التهمه عليه وتلبسه حقيقه. نعم. الان هم يتهمون مخالفيهم بالتكفير، ويتهمونهم بانهم دواعش، ويتهمونهم بانهم يستحلون الدماء والاموال بغير دليل. يعني والإشكالية في هؤلاء يعني أن كل من خالفهم فهو داعشي الآن، يعني أو فهو تكفيري، أو يعني يحمل أفكارا متطرفة. يعني والآن المسمى الجديد أن كل من خالفهم فهو خارجي، يعني كل من لا يوافقهم فيما يقولونه جملة وتفصيلا فهو خارجي، والخارجي على قواعدهم هم كافر. فحقيقة الأمر أن كل من خالفهم في رأي من الآراء فهو عندهم يحكم عليه بالكفر. ومشكلة هؤلاء أيضا أن ليس عندهم مستور أو مجهول، فأنت مطلوب منك أن تصرح بمعتقدك. لذلك من قواعدهم العامة لابد أن تظهر منهجك وأن تبين ما تعتقده، فبالتالي كل من لم يبين فهو ليس مستور الحال عندهم، إنما يأخذ نفس الحكم، بل إنهم يجرون في هذه الأحكام القرائن الضعيفة. الآن العلماء لما يحكمون في هذه المسائل يحكمون بالنص، ويحكمون بالدلالة، يحكمون يحكمون بأشياء لها قواعدها وأصولهم، يستعملون حتى القرائن الضعيفة التي يعني لا تعتبر في الحكم على الناس. بمعنى كل من خالط المخالف فهو مخالف، وكل من يعني انفسح صدره للمخالف فهو مخالف. على هذه القاعدة وعلى هذه الأصول نصل في الحقيقة إلى نتيجة، وهو أن هؤلاء يرون أن كل من خالفهم فهو خارجي، وكل خارجي فهو كافر، وكل إنسان لم يصرح بمذهبه فهو خارجي، وكل من لم يصرح بمذهبه فهو كافر. إذن الحقيقة أو النتيجة النهائية إذا انسجم هؤلاء مع أصولهم مع قواعدهم ومع ما يعتقدونه فيصلون إلى نتيجة أن كل من خالف منهم فهو كافر. إذا هم في الحقيقة يكفرون بالجملة كما يتهمون غيرهم. يعني نحن خلافنا مع أهل الغلو في التكفير هي في هذه القضية، أنك تضع قواعد خاطئة تقع فيها في تكفير الناس بالجملة. هم الآن وقعوا في نفس القضية وهي تكفير الناس بالجملة. طيب. ثم بنوا على هذا التكفير استحلال الدماء والأموال، وخرجوا على الناس بالسيف، وخرجوا على أمة صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقتلوا برهم وفاجرهم. نعم. فهؤلاء ما الذي أبقوه من وصف الخوارج الحقيقة؟ نعم. ولهذا يعني شيخ رياض إذا القواعد الشرعية نجد أن الحكم يرد عليه. نعم. ولذلك يعني أو فيكون فعلا يعني من قال لأخيه يا كافر فقد دخل بها أحدهما، وأنها تحار حتى تعود إلى صاحبه، كأنها يعني حارت فعلا بقواعدهم إليه. طيب شيخ رياض، أليس هذا من باب التحريض على القتل وعلى سفك الدماء المعصومة لغرض سياسي ليس حتى ديني؟ الآن هو يغلفه بهذا التغليف، ولكن هو المقصود هو مناصرة حفتر والقتال مع بن نايل. هل بن نايل هو علي بن أبي طالب ولا ماذا؟ ما احنا ذكرنا الآن حتى حسب الضوابط، يعني من هو الذي يعني يحارب الشرعية القائمة، سواء قلنا شرعية الحكومة المقترحة أو شرعية المؤتمر سابقا، أو يعني الآن في الحقيقة من يخرج على الشرعية هم أولئك الذين ينسبونهم إلى الشرعية. يعني الآن لما خالفناهم قديما بقضية أن المؤتمر له الشرعية قالوا لا، المؤتمر لا تعترف به الدول. طيب أنت الآن الحكومة المقترحة
بمقتضى أصولك تعترف بها الدول. إذا المفترض أن هي الحكومة الشرعية عندك وهي ولي الأمر، وهم أيضا يعني حتى في تصريحات يتكلموا أن ولي الأمر هو 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 رئيس البرلمان ورئيس المجلس المقترح ورئيس القائد الأعلى أو القائد العام للجيش. طيب إذا تنازع هؤلاء من الذي سيوصف بالخارجية؟ ومن الذي ستعطونه الحكم الشرعي بأنه هو ولي الأمر الشرعي؟ هذه أيضا من القضايا. المسألة الأخرى كما تفضلت أن هذه المسائل يؤصلون بها في خلاف سياسي، وهو استعمال أن يتهمون الآخرين باستعمال الدين في النزاعات السياسية. طيب الآن هم ما الذي يفعلون عندما يستعملون مصطلحا شرعيا في صراع سياسي ويبنون عليه قتل المخالف ومحاربة المخالف واستحلال المخالف؟ إذن أيضا استعمل يعني أو استعمال الدين في مسألة الصراعات السياسية والتحريض على القتل. الذين يتهمون به المفتي ويتهمون به مخالفين من وافق الحق. لو سمحت ابقى معي شيخ رياض، الآن أعود إلى الشيخ سامي وقد أطلت عليه. الشيخ سامي الآن يعني في نفس هذا المقطع يقول أن هو كأن هناك يعني من خلاف ونزاع فيما في هذا التيار في من لا يريد أن يقاتل القوى الثالثة وثوار الجنوب، فيحذر من يرفض ذلك بأنه سيبدعه ويتكلم فيه باسمه ويحذر منه. هل هذا النوع من الإرهاب الفكري لقمع المخالف حتى في صف التيار نفسه؟ وأنت تطرح هذه النقطة شيخ عبد الله، ذكرت قول الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. من هذا الذي يخيف تجريحه؟ يعني من هذا العلام الذي يخاف الناس أن يجرحهم؟ يعني من هو؟ أنا يعني ليس من حتى من العلماء الذين ربما يحذر الإنسان من أن يتكلموا فيه أو يجرحوه أو يسقطوا عدالته. يعني فيعني هذا لا أعتبره شيئا يعني ولا أعتبره شيئا ينبغي أن يوقف عنده، فيدخل الإنسان ويسفك دمه ويعرض نفسه للقتل في معركة يعني على أصولهم هم أقل شيئا تكون من الفتن بين المسلمين. يعني فكيف إذا كنا نحن نعتقد أن الطرف الظالم والمنقلب على السلطة القائمة والذي لم يقف حتى عند تعهداته، حتى هذا الاتفاق السياسي المشؤوم الذي نحن لا نؤيده ولا نشجعه ونراه وبالا على البلد، هم يعني طرف البرلمان كما تفضل الشيخ رياض قبل قليل يعني يفترض أنهم يلتزمون به على الأقل يعني. ولكن لم تعد هناك لا شريعة إسلامية، لا أحكام شرعية، ولا يعني إعلان دستوري معترف به، ولا محكمة عليا يوقف عند حكمها، ولا حتى اتفاق حادث جديد بين طرفين يلتزموا به. أصبحت الأمور مثل الغابة تماما يعني. فهذه الفتاوى المبتسرة من هنا وهناك والتي تخرج بين الحين والحين لا تكفي لأن يسفك الشباب دماءهم من أجلها. نشكرك الشيخ سامي الساعدي الأمين العام لمجلس البحوث والدراسات الشرعية. أعود إليك سيد عبد المعز الحسناوي. سيد عبد المعز، الآن في البيان الذي ذكرناه يعني وجه نداء إلى عقلاء، من سموهم عقلاء مصراتة وطلبة العلم فيها، أن يتقوا الله وكذا. يعني ماذا يريدون من مصراتة في هذا البيان؟ هم في حقيقة الأمر يا أخي يدركوا أنهم لا استطاعة عندهم ولا قوة لإخراج القوة الثالثة، ولا يستطيعون قمع ثوار 17 فبراير في منطقة الجنوب، وشعروا بالهزيمة النكراء في منطقة سنو وسنينهن والزيغن ومخرج براك 120 كيلو، ودخلوا إلى عندهم موتى، ودخلوا إلى منطقة براك وقاعدة براك وما حوالين براك. في هذه الحالة بدأوا يطلبوا من عقلاء مصراتة وما أدرك مع الغوائل إلى غير ذلك. هذا السبب. ولكن نقول لهم فضلاً أي إنسان منهم يسلم نفسه والله لن نقتله. نحن ما نمثلهم كما صار طاغيتهم وقائدهم وقف ميدان لا تقف على رحمة. نحن نقول نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نحن على الكتاب والسنة، نحن لا نقتل الأسير، نحن لا نعذب الأسير، بل نقسم عليه طعامنا، بل نحكم إليه، من ألقى السلاح فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، لا نقتل عزول ولا نقتل شيخا كبيرا ولا ننتهك الحرمات. نحن لسنا لسنا مثلهم ولا مثل طاغيتهم اللي يأمر يقول احرقوا الديون دمروا الديون. نحن نختلف عنهم الخلاف كلي. ومن هذا المنبر الشريف أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. يوجد علماء الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء يعمرنا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابقى معي سيد عبد المعز، أعود إلى الشيخ رياض صاكي. الآن شيخ رياض، مثل هذه الفتاوى التي تأتي من الخارج، وإن كان من مثل أبو عبد الرحمن المكي وهو مقيم في الخارج، ويحذر مثل هذا التحذير، بل ويبدع حتى المخالف في هذه المسألة التي هي قتال الثوار وقوة الثالثة، هل هذا التحريض، يعني من المسؤول عن هذه الفتاوى التي تأتينا من الخارج؟ ولا شك ان المسؤول الاول هي المدرسه التي يعني تتبنى هذا التوجه، يعني المدرسه المدخليه هي اصل في هذه القضيه مثلا اجماع الفتاوى من الخارج. والمسؤول الاخر ايضا من المؤسس في هذه القضيه هو الوضع السابق الذي لم يؤسس بمدرسة علمية شرعية ينشأ عليها طلبة العلم. والمسؤول أيضا تقصير العلماء والمشايخ وطلبة العلم والدعاة في تأسيس شيء بديل يكون مرجع لهذا البلد، حتى لا يعني يستمر استنداد هذه الفتاوى من الخارج، بمعنى أن يكون هناك فعلا عمل يعني دعم المدرسة الفقهية المحلية من أجل أن يعني يتوجه إليها الشباب. وإن كان يعني لا شك ان هذا التوجه له الان، يعني نحن نتكلم على عقدين من الزمان يعني تم الاشتغال عليه، وندخل الان في العقد الثالث، فالمساله يعني تحتاج الى جهد كبير من اجل يعني ايقاف مثل هذا الامر، لكن يعني بالدرجه الاولى نحتاج ان نؤسس لمدرسه علميه مذهبيه محليه تستطيع ان ترد على مثل هذه التيارات. الأمر الآخر في الحقيقة الهواء الفكري عند هؤلاء، ومثلا الآن احنا يعني نتفاجأ حتى في مسألة الآن الفتوى المثارة في قضية $400 وكذا، الآن التسريبات الموجودة أنهم راجعوا يعني جهات الفتوى في الخارج من أجل أن يصدروا فتوى رسمية في الداخل، يعني هم يسمون أنفسهم الهيئة العليا للإفتاء أو غيرها من المفتيات، ثم يحتاجون في فتاويهم أيضا أن يستشيروا يعني بعض طلبة العلم، بل ربما بعض المجهولين، يعني حتى ليسوا من يحسب على العلم والعلماء وطلبة العلم، ثم يصدرون فتاوى تخالف الأصول والقواعد الشرعية التي يعني أسس لها أهل العلم في مثل هذه المسائل، يعني تدلل دلالة واضحة على يعني جهلهم حتى في التأصيل العلمي أو قلة بضاعتهم العلمية. وكل هذا الحقيقة هو من غربة الدين ومن جهل الناس، ومن يعني اغترار المؤسس أيضا هو اغترار الجيل الناشئ بمثل يعني هذا الغثاء، والذي سيندمون عليه ولا تحين مندم، يعني سيأتي وقت يستشعرون فعلا أنهم أضاعوا أعمار في تتبع أقوام لا يصلحون أن يكونوا أتباعا، فضلا أن يكونوا يعني أئمة أو معلمين أو مدرسين أو مربين. نشكرك، لكن إلى الله المشتكى، ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال البلاد والعباد. آمين. نشكرك الشيخ رياض صاكي مدير الشؤون الثقافية والدعوية بوزارة الأوقاف. أعود إليك سيد عبد المعز في دقيقة. الآن من هذا البيان يتكلم عن أبناء الجنوب وأن قوات الجيش الليبي تتكون من شتى القبائل، هل هو من باب يعني اللعب بوتر على وتر القبلية في الجنوب؟ يبدو كذلك يا سيد، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك. الحقيقة هو عبارة عن انقلاب ضد الشرعية وضد 17 فبراير، هذه حقيقة الموجود في منطقة الجنوب. أنا ابن الجنوب ونعرف حقيقة الجنوب، عبارة عن انقلاب قائم به مجرم حفتر وعملاء في الجنوب الليبي مثل محمد جنايل وأتباعه، يصوتون الى ان الجيش الليبي والله
سنك بالله رأيت بعيني أثاري معاهم موجودين إلا ما يسمى بالمذاكرة أو الصحوات تاركوا معاهم. هذا جيش أي جيش يحكوا عليه. نحن كلنا يا سيدي مع الجيش الجنوبي الحقيقي ومع الشرطة الحقيقية ومع المرور ومع الحوث البلدي ومع مؤسسات الدولة، لكن مش بقيادة مجرم زي في إيطاليا وجنسيته غير ليبي وفي الاستخبارات الأمريكية. ومن هذا المنبر نوجه النداء للثوار غير وعودوا إلى رشدهم جميع ثوار ليبيا ولا يضم صفوفهم ويوحدوا كلمتهم ويخرجوا من جديد. يا أخي إحنا هذا السراج هلك حبيبي حتى أنك من شطو إن السراج مهلة للغرب كل أعمار السراج مهلة لدخول حتى، ولكن هيهات هيهات إن شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. نشكرك. سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله. نشكرك نشكرك السيد عبد المعز الحسناوي الناطق باسم القوة المقاتلة للثوار الجنوب، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.